ما تيجي نشوف بعض الألغاز وبعض الخدع السينمائية اللي بيعملوها وبيخدعونا بيها في السينما. تعال نشوف المشهد الغريب دوت، هو حادث سيارة وإيه اللي بيحصل فيه. بيعملوا خلفية خضرة زي ما انت شايف كده، والراجل بيعمل أكن العربية جاية عليه، وبعد كده بيصوروا مشهد العربية، وبعد كده بيشيلوا الخلفية الخضرة دي ويعملوا ميكس للمشهد.